تأثير الحب والجواز على حياتهم الفنية هما الاثنين قد إيه؟ الحب يعني ممكن يكون سر من أسرار النجاح في الحياة المهنية، وهم مش كانوا بيحبوا بعض بس، دول كانوا بيحبوا بعض وكانوا بيساعدوا بعض وكانوا بيشتغلوا مع بعض، وكان عندهم تفاصيل كتير بتجمعهم في حياتهم المهنية وفي حياتهم الشخصية وفي علاقتهم. قد إيه ده أثر عليهم بشكل إيجابي، وقد إيه ده أثر عليهم في حياتهم الفنية؟ قبل ظهور الموسيقار محمد سلطان بلحظات في حياة فايزة أحمد، وارد فايزة أحمد ما كانتش تبقى فايزة أحمد الأسطورة اللي احنا بنتكلم عنها. فايزة أحمد يعني كانت مرتبطة جدا بالموسيقار محمد الموجي، وقدمت العظيم بليغ حمدي رغم أنه اشتغل مع الفنانة فايدة كامل قبلها، لكن في وقت ما حصل يعني زي ما بيقول تمنع وابتعاد عنهم الاثنين، فكانت فايزة بتدور على حد يلحن لها أو حد يكون يعمل نفس تجربة بليغ مع وردة، فظهر محمد سلطان. لما ظهر محمد سلطان قدر يقدم فن فايزة فنيا أو مش يقدمها، قدر يكشف عن قدرات فايزة اللي كانت مخفية، توهجت مع محمد سلطان. أوكي. زي ما قلت لحضرتك إن الحب بيصنع المعجزات. طبعا. هي ما كانتش حاسة بالحب ناحية محمد سلطان قد ما كانت محتاجة الأمان، ودي كانت النقطة اللي بتفتقدها فايزة في حياتها. فايزة اتجوزت قبل الموسيقار محمد سلطان أكتر من زيجة، لكن ما حستش بالأمان، لكن في حضن سلطان حست بالأمان وهو ده اللي هي كانت محتاجاه. لما حست بالأمان أبدعت، تألقت. الله. فيعني الله. أقدر أقول إن دايما زي ما قلت لحضرتك إذا كان الحب بيرتبط عليه الوفاء والإخلاص، فملخص حياة فايزة وسلطان مؤكد كان الأمان. لما فايزة حست بالأمان على المستوى الأسري والمستوى العاطفي وعلى المستوى المهني أبدعت، أمتعت. وفايزة ترجمة حبها للموسيقار محمد سلطان لما قالوا لها مش هينفعي تحملي وتخلفي، قالت له ما اموت اموت بس يجي لي ولاد محمد سلطان. وفعلا خلفوا التوأم الدكتور طارق والدكتور عمرو. فما اعتقدش ان في واحده كانت ممكن تضحي التضحيات ديت لولا ان هي حابه محمد سلطان او واثقه فيه ان هو درع وسيف هيقف جنبها ودايما كان داعم ليها.